اشكرك مره اخرى هشام سلطان اليوتيوبر. انت في هذه صفحه كبيره في فيسبوك، شحال من خلالها انك تبارطاجي مع الناس مجموعه من الامور، مجموعه من الاشياء اللي كيكونوا غافلين عليها. اشكرك انك غتعطينا واحد معطيات صادمه ان شاء الله للناس المغاربه كاملين. دابا حنا على حلول غدا ان شاء الله راس العام، وكنعرفوا ان راس السنه المغاربه كاملين تقريبا كيحتفلوا به، ماشي داك الاحتفال اللي كنعرفوا كيكون في اوروبا، انما الاحتفالات اللي كيعرفوها المغاربه كاملين. هشام سلطان، انت الناس كيعيطوا لك، بعض الناس كيعيطوا لك قهر المشعوذين. ادخل طول عرض السحارة عفوا قبل ساعات من راس السنه حتى في الرقعه، الرقعه، وكتقول المغاربة شوفوا في ديوركم، كلوا الحلوى في ديوركم، اطمئنوا وتعيشوا الحياة يا صاحبي. من تسكم كمل 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 خويا عامر، كمل لي يا خويا دابا بالرجولة. اخوتي اخواتاتي، المهم تحياتي لكم من هذا المنبر هذا، وكنتمنى يا ربي تكونوا في احسن ما يرام، وكنتمنى يا ربي تدخل عليكم هذه السنة هذه بكل الصحة وبالعافية وبالراحة البال، لا معاكم لا مع ولادكم، الله يهدي ما خلق. اما تصنت واحد الفيديو كبير اخويا من واحد الراقي بدون مسمى، قال لهم عندكم هاد الحلوى، وهاد الحلوى ساويه كذا كذا كذا. خوشي خوشي، واش كتامنوا بالله؟ عارفكم كتامنوا بالله. من واحد الناحيه الناس ردوا البال، ما تيقوش كلشي شنو تاقوا. اوكي واخا، الناحيه مشات السي ايمن. دابا الانسان اللي كياكل الحلوى فين كياكل اخويا؟ على حساب الانسان، كاين اللي كياكلوا في دارو كاين اللي ما كياكلوش دار، وفي كياكل يعني ياكلها برا على الدار، كيمشي مع الاصدقاء. واخا خويا، واش انا ما غنمشي معاك انت صديق ديالي ياك؟ اوكي، وحاط عليه حاط حدايا حلوه دابا وكتاكل معايا فيها، واش غناكلها ولا ما ناكلهاش؟ ماشي اصدقاء مزيانين، ماشي كلشي مزيان. ايوا اخويا، ملي ماشي كلشي مزيان وعلاش غندير انا الصديق ملي ما كلشي مزيان؟ اللهم رجع راسي نبرك راسي ونجيب الحلوى ديالي معايا انا، ومشي عند داك الصديق ولا ديك الصديقه مزيانه. المشكل ما كيعرفش ان داك الصديق راه خابيت. اوكي، ما كيكونش عارف، ما كيكونش عارفه. ولكن هو اللي دار النيه، والله ما تادي حاجه اقسم بالله. وشحال من واحد كاع نقولوا نفريط طاح في هذه المشاكل هذه، وكلا توكال وكلا من عند المقربين. كاين هادشي كاين بصح بصح، كلا من عند المقربين، هو دار النيه. ولكن المشكل ها هو ربي شافاه، ولكن المشكل شوفوا هاد الناس هادو واش ربي غيغفر لهم؟ ما غاديش يغفر لهم، هو ربي غيشافيه يعني كلاه وداز اللي داز منهم. انا كليت هذاك الشيء من المقربين وكليته، وكنت كنوزن 106 كيلو، حتى وليت كنوزن 45 كيلو. تخيلت هادي يعني توكال، ربما يعني كيديروا لك الدجاج مطحون، ربما يديروا لك سحر بزاف. الراقي قال بلي كيكون الماء سائل. في بزاف يعني توكال. انا عطيتك، انا كليت من الدجاج المطحون يعني اللي قلت لي صاحبي، وكاين المسائل، وكاين بزاف ديال المسائل. الحمد لله، ولكن انا نجيت ما متش، ما تعذبتش، ما تسطيش، ما والو. هما كي غايديروا مع ربي؟ كاين اللي غايقدر الله يستر انه يشوفها، كاين اللي غايقدر انه يتسطى. اوكي، دابا هذا الانسان هو توفى، شنو هو الربح عندهم هما؟ بان هو يتوفى، هو توفى، هو مشى عند ربي، مشى للجنه ديريكت. وهما دابا هما كيدير يعني جهنم ما يطلعوش منها الاولى، والثانية ها هو كاع حسدك، وربما هو حسدك وكلك ياك وقتلك وفناك وسطاك وخربقك في الدنيا، وغايجي واحد النهار غتوصل عليه ملك الموت غيقتلو. شنو استفدتي؟ شنو استفدتي؟ لو وصل لي شنو استفدتي؟ صاحبتك غرشي منا لأن زين منك، أو صاحبتك تي غرشي منا بأن ربي مسهل عليها وربي عطاها، ولكن ربي امتحنك توليتي تيا ديري يدك في ايد الشيطان والابليسه، وليتي مسطي صاحبتك، خرجتي عليها وكلتيها، وانت تهانيت خوك، حسدتيه ما حملتيش، وكلتيه او سهرتي ليه، ولا مرتك انت ما بغاتش بان هذاك خوك يكون لاصق معاك في هذاك المكان او في الورش او في الدار وكذا، ومرتك حتى هي كدير ليه كذا كذا، وسطاتو وقتلاتو، وحتى تي الاخت حتى تي حتى تي شنقول لك يا، المهم من الخلط، المهم بصفه عامه الناس السحارة كلهم، أي ناس أي واحد اللي كيضر خوه المسلم بنا راه بينو وبين ربي. شوف خويا نقولك واحد الحاجة، أختي أمي خالتي أي وحدة أي واحد في الدنيا هادي راه حنا ضايفين في الدنيا، يعني في أي لحظة عرفوا بنا باي باي ما غنديو معنا والو. الراقي أبو يعقوب كيقول لك نسأل الله السلامة
وهذا ابو يعقوب هو المكانسه. قول لي واش من المكانسه؟ يقول لك اه من المكانسه. سلام الساح الحق ثم العين الحق، هذا كلام الله عز وجل. اللهم شافي كل مريض يا رب العالمين. ابو يعقوب خويا الناس غدا راس العام ان شاء الله. لا نقول الناس غدا، شوفوا خوشي كلوا الحلوى بلا ما يجي عندكم راقب يقول لكم حقه وحقه. حتى حقه راه كاينه في مصر، هي مرت الحق. كل حلوى خويا، دير النيه وقول بسم الله، كل حلوى عادي. اللهم احنا عندنا دابا هذه بدعه، كل بدعه ضلاله، كل ضلاله من النار. يعني مالش ما نقولوا حقه، راه كاين شي ناس ما كيديروا لا حلوى لا كاضوات لا هذه، وهي راه مزيانه من السنه الاسلاميه. ما كنحتفلوش بنادم انسان شو احنا ما كنحتفلوش اصلا براس العام. يبقى في دارو ياكل الحلوى. يعني يعيش الحياه، شي ناس كتبقاش عندنا، ما بقاش عندنا من بكري، يعني ما بقاتش بدعه، هذه كتسمى بدعه، يعني ما بقاتش من الجيل لجيل. نقولك سنة سعيدة، نطول عليك إن شاء الله الصحة. المهم خلينا نكمل واحد الكلمة ونقولك شنو حلوة ولادي دوم سكافانيدة. تصنش خوشي ما يخلعكم حتى واحد طارق لايف في إذاعة ولا طارق لايف شي حاجة يقول لك هاد الحلوة يقدروا يديروا لك فيها المواد كذا. يا خوشي أكوك الخو خداوي يكون داوى راسه. كل حلوة خويا مع راسك، كل يا أختي الحلوة مع راسك، تمتعوا ليها مع راسكم كما ينبغي وما تنساوش ربي. بارك الله عليك تحياتي. كل عام وانت بألف خير، ودخل لك ان شاء الله السنه. امين يا رب. امين 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 امين. وطول العمر باذن الله تعالى. امين ان شاء الله. الله يحفظك. تبارك الله عليك خويا ايمن.